معنا الأخ طاهر من قرية البويقلاء، الشهيد طاهري محمد، ببلدية قطارة. هذه القرية منذ تأسيسها وهي في معاناة كبيرة، وشنهي النقائص اللي تقول عليها في القرية؟ تفضل. النقائص خاصنا الجاز ما عندناش، خاصنا التريسيتي راهم 10 في كونتور، خاصنا التطوالات ما كانش، خاصنا المدارس ما كانش، خاصنا السبيطارات ما كانش، خاصنا الطبيب ما كانش، خاصنا كل حي خاصنا ما كانش، كل هي هنا يتم عندنا ما كاين والو، لا مدارس لا اللي قري لا اللي كذا لا لا ما كانش، خاصنا كما نقولوا التريسيتي راهم 10 في كونتور، الطبيب هنا ما كانش، السبيطار ما كانش، كل هي نقايص هذا ما كانش.